السلام عليكم. كلمة ترحيبية، أرحب بكم جميعا في مؤسسة أرشيف المغرب التي يشرفها غاية الشرف أن تساهم في هذا التكريم العلمي للأستاذ محمد بعرب المساري، أن تشارك إلى جانب الجمعية المغربية للبحث التاريخي ومركز محمد بن زيد الفدر للأبحاث والدراسات. وإذ قلت التكريم العلمي فلأن هذه الكلمة كانت مقصودة، ذلك أن المحتفى به ليس من الذين يهرعون إلى الموائد، فهو رجل معروف بتواضعه، وهو رجل معروف بشغفه بالعلم قبل كل شيء. ولذا فالأطراف الثلاثة وبمبادرة من الجمعية المغربية للبحث التاريخي ارتأت أن أحسن تكريم لهذا الرجل هو الوقوف عند بنات أفكاره، هو الوقوف عند بعض مؤلفاته ومجادلته فيها أحياناً والتعريف بها. لذا فسعادتي عظيمة جداً أن يحل بيننا في أرشيف المغرب، لأنني أيضاً أعرف شغفه بالأرشيف وعنايته وتعاطفه مع هذه القضية. وسعادتي متعددة الأبعاد عندما أجد في هذا التكريم الجمعية المغربية للبحث التاريخي التي أنا منها وإليها منذ زمان. ثم طبعاً سعادتي عظيمة أيضاً بالعمل مع مركز محمد بن سعيد التدم للأبحاث والدراسات، ويشرفنا غاية الشرف أن يكون السيد بن سعيد، أن يشرف السيد بن سعيد الرجل الوطني الرمز الغيور أن يشرفنا بحضوره بيننا. ومرحبا بكم جميعا. شكرا جزيلا على هذا المشاركة بالتكريم. رجل على كل علماني، رجل كذلك وطني، رجل لكل أعرفه المغرب في محطات مهمة جدا، لا في الجانب النضال الوطني السياسي، ولا في الجانب النضال الإعلامي، ولا في الجانب كذلك النضال الفكري. طبعا أنا سعيد بالحضور في هذه المناسبة لتكريم الرجل، لأن أدى خدمات مهمة جدا بالنسبة لبلادنا وبالنسبة للنخبة السياسية والشباب الجيل الجديد، لأن كل شغله يطلع على عديد من المحطات، يطلع كذلك على عديد من الرموز الذي معناه همشتهم السياسة أو سياسة التعليم أو الكتاب المدرسي اللي نشئ منذ بداية الاستقلال، بحيث تهنيش رموز الحركة الوطنية في مقدمة الحاج أحمد الرقيش، علام الفاسي، محمد بن حسن الوزاني، عمر بن عبد الجليل اليزيدي، ضمير الحزب اللي هو رجل
فريد في الحياة السياسية، فريد في الضغط، فريد في مواعيده، فريد في علاقاته، بحيث ليزيدي ما يمكنش تخطأ معه. لما فيه مثلا زعيم الحزب على النفسي ما جاء في وقت كان باشي يبات عنده في الليل، ما جاء حتى من بعد 8 أحلوا الشباك بحيث ما خلوش يدخل. هذا على كل من هذه الرموز كلها كانت لها فضل تحقيق تحرير البلاد. ولهذا بالنسبة لنا على كل نطرح على الباحثين، نطرح كذلك على المؤرخين، على كل قراءة جديدة ما كتب في هذه الفترة التاريخية، إعادة كذلك هؤلاء كذلك إلى الجيل الجديد لمعرفتهم، حيث سبق لنا أن في البداية في الثمانينات كانت جريدة ألوان خرجناها وكنا ندير الاختبار في القسم ديال البكالوريا في مراكش، سؤال على عندنا الفاسي واحد الفقيه يقول لك واحد شي فقيه معناها ما عقلوش المهدي بن بركة مات في الترافيك في حاجة ديال اسمه الزرقتوني شارع الدار البيضاء، بحيث قسم البكالوريا اللي كان خصو على الأقل الكتاب المدرسي تبدا من الابتدائي من الثانوي من القسم ديال البكالوريا. هذا يكون تاعك تخالط هاد البلاد تاعك، الرموز ديال البلاد تاعك كذلك دور اللي لعبوه بالنسبة للحركة الوطنية وكذلك في الفترة الأخيرة. على كل هنا غادي نقرا واحد الجانب اللي المركز اسم المركز نجدو كلمة ترحيبية في كلمة لأستاذنا اسمه مستعد واسمحوا لي الأخ المحتفلي الأستاذ الفاضل المحترم محمد العظيم السري، السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن أصدق دواعي السعادة الخالصة أن نسهم اليوم في تنظيم هذا اللقاء العلمي التكريمي لمناظرين أعطى الكثير وما زال يتبعه النظار دقاقا دفاقا معطاء صحيا. ذلك أن الأستاذ المستري راكم تجربة فريدة متعددة المناحي والانشغالات، فاصطبغت تلك التجربة بشخصيته المميزة وصيغت هذه التجربة الفتية من خلال العديد من محطات حياته الحافلة. فهو المناضل الحزبي الاستقلالي الذي ظل ملتزما بحزبه منضبطا له في وقت سهل على العديدين تقليب المعاطف في اول منعرج وتحمل مسؤوليات هامه في هذا الحزب الوطني العتيد. غير ان هذا المناضل تميز بانفتاح على الحساسيات السياسيه الاخرى يشاركها انشطتها ويدعم برامجها دون تعصب وحسابات ضيقه. وما احوجنا في المغرب الى هذه الروح الوطنيه المتفتحه على مختلف الاراء والمشاهد، انها علامه داله من معين السلوك من تدني الغايه، وهو الصحفي المقتدر الذي ظل يوظف قلمه الجري ويوجه كلمته الحرة بحكمة ورزانة ووضوح لخدمة الأهداف الوطنية والمصالح العليا للوطن، محترما لأخلاقيات المهنة وملتزما بها، مقدما نموذجا راقيا للصحفي الوطني ووفاء منه نصرة الصحافة التي ظل مخلصا لها
تحمل تحمل مسؤوليات الدفاع عنها وعن سلفها المطلب، وناطلب من جديد حمايتها من الشطط أو الانزلاق من موقع الكاتب العام للنقابة الوطنية الصحافة، حيث كانت مرحلته منزهة مراحل وعطاءات هذه النقابة، وقد لعب بحكمة وتبصر ومطابرة دورا أساسيا في بروعة توصيات المناظرة الوطنية للإعلام بداية التسعينات، وحين أصبح وزيرا للإعلام طرح على مكتبه في أول أيامه توصيات هذه المناظرة، وشرع في تلمس آليات وسياق تطبيق توصياتها على أرض الواقع، غير أن لوبيات الفساد وجلوب المصالح أحكمت الطق على مبادرة الوزير وضيقت عليه ووضعت العصا في عجلاته، فكانت تلك إحدى أسباب تصميمه على الخلاص من جبة الوزارة. وإلى جانب كفاءته العالية في الكتابة الصحفية، جاءت كتاباته في التاريخ الوطني رصينة دقيقة تخدم قضايا الوطن، وفي مقدمتها قضية استكمال التراب الوطني، الوحدة الترابية، والتعريف بنضالات رموز الوطن خاصة الشمال المغربي. وبنفس النفس النضالي والوطني مارس مهامه الدبلوماسية كسفير بلاده في البرازيل، وكان بشهادة المسؤولين من نشاط سفراء المغرب وأكثرهم حماسا ونجاعة في عمله، ولذلك سيتضايق مرة أخرى لأن التقاليد تشجع الروتين الإداري الذي يخدم مصالحها ويديم سيطرتها على مقاليد السلطة وسيطرتها على العلاقات. ولو أردنا أن نوفي هذا الرمز النضال حقه لأطرنا الحديد في جوانب عديدة في هذه القضية، في هذه الشخصية المرموقة المتفتحة على كافة حساسيات الوطن وفعالياته، حتى أنك لا تجد خلال الحديث عنه إلا من يتمم أعماله الخلاقة العالية، وما هذه الندوة إلا محطة من محطات عديدة يكتمل بها تكريم هذا الرمز في مدن مغربية مختلفة وفي قضايا مستقلة. وشكرا لكم، السلام عليكم.